يعني مش كده، ما بنقولش كده على الحكم. مرتشي مرتشي، خلينا بقى نقول اللي جوانا. مرتشي واللي رشاه شخص لا يختشي، ومن الاخر كده وعجد وعجدون فاروق سماكة. طب بص بقى يا استاذ حزلقوم، دي تاني مره انت تقول فيها اسم الراجل، وحقه هو الرد عشان بس نبقى متفقين. ده معناه ان حقه عادي، انا ما بخافش، خليه يخش مداخله تليفونيه او على الواتس او حتى على الفيس، انا تمام. لا هو مش هيخش على الواتس، هو كله على بعضه هيبقى موجود دلوقتي حالا معانا. هو لما عرف ان انت موجود قال لو جاب اسمي او سيرتي هدخل على الهوا. لا من غير فواصل، من غير فواصل، من غير انا عايزه على الهوا دلوقتي. وانا اقول في كرسي جنبي، على فكره انا بتفرج على فقره السبوره بتاعتك، بيبقى في كرسي واحد انتوا مطبخينها. اتفضل يا استاذ فاروق، اتفضل يا استاذ فاروق. مساء الفل يا استاذ ابراهيم. مساء النور، مشرفنا ومنورنا يا استاذ فاروق. اهلا وسهلا بيك. حزلقوم، ده انا حظي حلو النهارده ان انا اشوفك مرتين في يوم واحد. ابلع ريقك، ابلع ريقك يا استاذ ابراهيم. ايه انت بتفخخني؟ بتاكلني ريد فيلفت؟ صدق وتؤمن بالله، لا اله الا الله، انا ما فاهم منك اي حاجه ولا عارف انت تقصد ايه اصلا. انا هفهمك يا استاذ ابراهيم. يا ريت. اصل الاخ حزلقوم معذور، اكمني يعني النهارده الصبح علمت عليه جامد وجاي بالليل عشان اشمت فيه. معلش انا بطلب من الاستاذ المخرج. لا لا كفايه زوم، انا مش قصدي زوم والله. نعمل استفتاء. انت بتديني البرنامج مكاني؟ لا مش قصدي والله العفو، بس عايزين نعمل استفتاء نشوف ايه الكوميدي، لان خلاص مرة تدفعي. ده والله العظيم لو بيعمل اعلان معجون سنان ما هيضحك كده. طب خلاص معلش معلش يا استاذ فاروق، الاستاذ حزلقوم كان اتهمك انك رشيت الحكم، رايك ايه في الكلام؟ رشيت الحكم؟ اه رشيته رشيته. معلش هو معذور، هو معذور يا استاذ ابراهيم، اصل احنا بصراحه يعني قرصنا عليه جامد قوي قوي، شيلناه 5-0. الكف خبط في وشه يا ولده تولوا. طب خلاص هقوم امشي انا. خلاص 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 يا استاذ حزلقوم، انا ما اعرفش بيضحك ليه اساسا، هو اصلا كسبان بالكوسه. كوسه؟ اه كوسه. ده كفايه الحكم، اقسم بالله كان بياخد هوب هوب تحت الترابيزه. ما انت بتقطع ما شافش الفار. طب انا راضي ذمتك يا استاذ ابراهيم، انت شفت الماتش صح؟ اه اتفرجت عليه كله. شفت الاجوان كلها مش كده؟ اه. فيهم جون واحد جه بفاول ولا حتى اوف سايد؟ قسما بالله الاجوان مزيكا. ما انتوا جايين بقى ايه؟ تغنوا وتردوا على بعض؟ انتوا مستضيفين عبد الله بالخير؟ احنا نظر. ما تاخدش كل حاجه كده بحمقى، خلي عندك روح رياضيه. اهي هي دي المشكله اللي احنا عايشينها. مأساة. شوية ناس ما بتفهمش أي حاجة في الوسط الرياضي دخلوا علينا كده وعايزين يقرفونا في عيشتنا في كل حاجة، الوسط الكروي كله متضايق منهم. شوية طفيليات. بوب 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 منتج. عيب. عيب. عيب، احترم نفسك. أنا بيه ابن بيه. اسكت يا ولد. اسكت يا ولد. وبقف. اقعد يا ولد. هتقومه ولا توقف ولا انت عايز ايه طيب؟ يا جدعان انا ما عنديش المهارات بتاعتكم دي. انا راجل فطري. فطري ولا طفيلي؟ لا وحشه وحشه. قسما بالله حلوه. قسما بالله وحشه موت. ده لو دافع لك فلوس مش هتضحك كده. لا يعني انت قريب الحكم ولا ايه؟ ولا قريبه؟ ولا قريب مين انت؟ لا عيب عيب يعني هتيجي برنامجي وكمان تتهمني كده عيب. حقك على راسي. ماشي. من الاخر اتفضل. انا بني ادم على باب الله. كل اللي عايز اعمله اني انهض بالفريق بتاع النادي بتاعي، ويبقى فريق محترم كده وكويس، وابقى نادي القرن. يا استاذ حزلقوم، طب النص الاولاني وفهمناه، تعمل فريق، اي حد معدي يعمل فريق، انما انت الحلقه الوحيده اللي هتطلعها معانا هتيجي تزعل مننا الاهلاويه؟ ازعلهم ليه يا عم؟ ما انت هتسحب اللقب وناوي تعيش 100 سنه. ما تقاطعش بس.